يقول السائل: ما حكم التقاط بعض الأشياء التافهة بمكة؟ لا يجوز اللقطة، ما يجوز أخذ لقطة مكة إلا لمن يبحث عن صاحبها، يبحث عن صاحبها إلى أن يجده ويدفعها إليه. إذا كان على استعداد أن يقوم بهذا فليأخذها، أما إذا كان ما عنده استعداد يتركها، ما هو مكلف فيها. نعم.